مجموعة من العناصر لوراء الكرة. منسي ينفذ ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد، خطيرة على مشارف مربع العمليات. أعتقد من سينفذ هو اللاعب ويليام جيبور. ويليام جيبور من ليبيريا كان بتوصية، كينفذ ويليام وهدف، هدف أول لفائدة فريق الوداد. يعني حتى التموقع ديال ضربة الخطأ كان يعني كانت يعني خطيرة، خطيرة على مرمى اتحاد طنجة. وجيبور بتقنية كبيرة يودع الكرة في شباك